أخفت عمان قرونا من الزمن بحضارة ضربت في التاريخ وتجذرت في المكان، واستيقظت على لمسة الفارس مفلتا لفرس ثورته العنان. استنهضها رجيع النداء من الحجاز مستأنفا صليل السيوف في المقطع. كانت عمان تتأهب لاستراحة المحارب التي استحالت إقامة ووطنا كما هي عادة التاريخ في صناعة المدن وتكوين الشعوب. وبدأت المدينة الدهرية تدخل عصرا جديدا تلتئم فيه جراحات عروبة متعبة ومشتتة، فكانت مدينة العرب في القرن العشرين. يختلفون في غير مكان، يتزاحمون ويتصارعون ويتنابزون، وفي عمان من قوافل عرب أناخت برأس العين وأخرى تنزلت من القوقاز. كانت عمان تستقبل عصرها الجديد وتمتد أدراجها لتحمل المهاجرين إلى الجبال، بعد أن أصبح الطموح يمتد من مدينة إلى وطن استثنائي في منطقة ما زالت تزيح عن جسدها أدران قرون الظلمة والخراب. عمان الرائحة واللون واحتشاد الحواس تجاه الحنين وما وراء الحنين. عمان تشوق والتشوف والتلهف والتطلع بكل الأمل والرجاء والإيمان. قصة تروى على أكثر من درجة في الحب ومن عشاقها المقدمين، ذلك التلفت الذي يتوزع بين ما مضى وما هو آت، مكتفيا بما منحته الحياة ومتوثبا لأن يمنح ذروة الحكمة وأعمدتها لجيل يطلع من ثنايا المدينة ويحمل حصته من الحلم والمستقبل. سيدي صاحب الدولة، راعي الحج، صاحب الدولة، أصحاب المعالي، السعادة، سعادة الضيف العزيز الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة، السيدات والفضليات، السادة الأفاضل، أسعدتم مساء. بعكس دولة الرئيس، كنت قد قمت بكتابة كلمة اختصرت، ولكن بين أهل القلم والقرطاس خفت أنا من نفسي، وأنا صاحب الجردل والمكناس، أن أخوض في متاهات اللغة العربية ألحن هنا أو هناك، فأثرت أن أتكلم من القلب، لأن قلوبكم كأردنيين كبيرة وعقولكم ناضجة تتسع لأخطاء أمين عمان شخصي، وتتجاوز أي خطأ لغوي حتى لو تجاوز. صاحب الدعوة أخي أحمد، أنا خادم عمان ومسؤولاً عن الفوضى المرورية التي أعاقت بعض حضور الزملاء والأصدقاء أو تأخيرهم، كمعالي وزير المياه لأنه كان يتفقد بعض السدود خارج عمان. لكن لي وعمان أيضاً قصة، فأنا عمان أنتم نحن كبيرة وعظيمة، لأنها تبنتني ثلاث مرات. تبنتني في 1948 عندما جاء والدي بجواز سفره البريطاني الفلسطيني ليستبدله بالجنسية الأردنية في أغسطس 1948، والثانية في عام 69 عندما جئتها عائدا من دولة عربية شقيقة غادرتها بعد سوء فهم مسني هناك، فتبنت. والثالثة عندما كرمني
الأستاذ الكبير الراحل حسني فريز بأن زوجني ابنته الكبيرة وحبيبته وطبيبته وصديقته نوار حسني فريز، فكان التبني الثالث. ومن هنا بدأت لأعمل للأردن ولعمان. ومن هنا أيضا بعد أشهر من عملي كأمين لعمان جئت لأستصرخ كل عماني وكل أردني للمحافظة على عمان لأنهم آل عمان، فسميتها أمنا عمان. ماذا تبقى لي سيدي ملهم حتى السلام بالطول واحكام سيدي واستاذي ومن حبحب جيلي كله بالونس وبحب الحسين والولاء لأبي الحسين والتفاني للأردن، السلام عليكم. مرحبا بكم جميعا من خلال عبد السلام الميداني، مرحبين. مرحبا بكم لشيبته الوكورة الطهورة الأبدية، ذلك الطرد الشامخ الذي لم يحرب على وطن ولا على ملك في حياته قط، رغم أن الأردن أعطته 100,000 سبب وسبب ليحرب عنا 1,000 مرة. ومرحبا بكم جيلا جديدا ولد في محراب الهاشميين، الوعد الإلهي الصادق الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف. أترون يا آل عمان على رأي اللبنانيين خيشوها لعمان حلوة؟ كم نحزن على بغداد ودمشق لو أن فتى من فتيتها أراد أن يكتب عنها، فأين سيفرح وأين سيقدم كتابه؟ أيتها الصبايا، صبايا عمان التي لا تشيخ أبدا، أيها السيدات والسادة، ليس صدفة أننا هنا بين عيني من لم يمت في مدينة صنعها بنقود زوجته منى الحسين أم عبد الله الحسين، هذه المدينة المنسوبة لها. وحسبي أن وعد الله حق، أن الأولياء والصديقين والصالحين يرون في قبورهم. هل تعلمون كيف بنى عبد السلام الميداني المؤسسات الطبية والأكاديمية وصنع معاهدة السلام موقعا؟ ومعركة السلام كانت أشد ضراوة من معركة حرب الكفر، بنقوط امرأته وإلحاحه على شقيقته كي تكون أول ممرضة كي يستعير من الأشقاء المصريين أني أردد سجعهن. سيدي الطيب،
يا شيخ يا ابن الشيخ وحفيد الشيخ عبد الله بن أحمد الدكتور الباريسي الذي بدأت هنا من عمان وأكملت رحلتك في الحياة وعبرك لكل الأحبة الذين شرفونا ليشاركون الشغف والشرف في عمان. أهلا بكم لأن تعريفنا للأخوة نحن في مدرسة الهواشم أن العروبة أن سقط لنا دما من شهيد وهكذا هي البحرين الضفة الثالثة فوق قوانين فك الارتباط ورضا أهل الرباط. فكرة أنا حزنت عليك وقلت لأن قصدت كنت جيت 48 خفت هفك وزير الداخلية كنت أخضر بعد سيد الرئيس أنا لست عمانيا بل إنني أردني والأردنية عندي يا سيادة الشريف محمد الذي نسبك شرفنا وشرفك نسبك الأردنية عندي هي آخر غرناطة للعرب لأن في هذا الحمى الهاشمي وكلمة حمى عند أهل الفقه هي المكان الذي لا يجاس لقداسته. مي تظليت واقفة لأن دمش ما رحت بعدها عمان أعطتني كأردني القصة التالية ذات ليل كان يربينا ذلك الإعلامي القومي الجسور هاني الخصاوي حيوا معي هاني الخصاوي لأنه واحد من أنبل من مروا على الإعلام الوطني راية ورجلا وموقف كان يعلمنا كيف نلغي المسافة بين المعاني الخسيسة لفك الارتباط والمعاني المقدسة لاستمرار الرباط لدماء منصور كريشان وصالح الشويع في وادي التفاح بنابلس وكل الدماء الأردنية التي شخرت زكية تحت كل بلاطة من بلاطات الأقصى من يتجاسر على الدم بقرار فك ارتباط سوى أحمق أو متآمر على هاشم من؟ في ذات الليل ولد إبراهيم باسل سكجة وهذا الإبراهيم هو الذي نظم كل هذا الحفل مع نفر من إخوته وإبراهيم كما يعلم أخي وحبيبي وأستاذ المرحلة محمد داودية هو من علمنا أول الحروف مع جمع حمام ومع محمد الكايد ومع رجل العيسى ومع سليم الشريف ومع طارق المصاري ومع خالد محاذيني إلى آخر القائمة لكن إبراهيم هو الوحيد الذي تفرد من بينهم أنه بدأ في يافا مع أنبل أرثوذكسي فلسطيني حين بدأ يقول لا أطول لا للصهيونية في العالم عيسى العيسى رحمه الله وكان أخوه في البضاعة نجيب نصار قد باشر النيل من الصهيونية عام 1913 في حيفا صحيفة الكرم كنا وما زلنا ضيوفا على المسيحية العربية لأن المسيح مسيحنا كنا وما زلنا وسنظل نخجل للذي جرى للأزيديين وعلينا أن نكفر عن آثام النفر الذين خرجوا عن روح الأمة وروح محمد صلى الله عليه وسلم العربي الهاشمي النبيل
الذي باشر رحلة أول دولة مدنية في التاريخ الإنساني حين استند إلى صحيفة المدينة كأول دستور لدولة المدينة، وكانت مادتها الرابعة تقول: اليهود جزء من الأمة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا نحن هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. كنت في ذلك الهزيع الأخير من عمان في عام 1989 أداعب فكرة أكتبها لصحيفة الرأي حيث كنت أعمل، حين رن هاتفي في منزل زوجتي وصديقتي ورفيقة عمري مهند العمانية الدمشقية، وكان على الخط الآخر للجيل الذي يعرفه أنبل فرسان تلك المرحلة مازن محمد العجلوني رحمه الله. ومازن محمد العجلوني للجيل الذي لم يتشرف بطلته البهية هو ابن ذلك العظيم محمد العجلوني الأمير لالي العثماني الذي كان له شرف مرافقة الشريف الحسين بن علي الذي قدم عرشه قربانا لعروبة في قبرص. ببساطة مازن رحمه الله حين كان قد أخبره عبد الله العتوم أن مها بنت سعاد بن سعيد الطباع قد أنجبت ولدا ذكرا أسمته فرس، وفي عائلة سعيد الطباع في كل أسرة فيها فرس بسبب أن عمان كانت ترضع كل أطفالها من ثدي واحد، لم تتوزع أثداء نسوتنا بعد. فقال لي مازن: هي حماتك سعاد ولا منى ولا سهاب؟ قلت لها سعاد سيدي. قال لي: مبروك وجاجته ودماجته علي، لكن ليس هذا هو المهم. المهم قال لي: اني ابشرك ان اسم فراس يحمل مشاكسة دائما لكنه معطاء، فالأسماء تورث المواقف مثل الجينات تماما. وهل هناك من دين أرقى وأعظم من فراس العجلوني الذي كان يقاوم النار على مطرة ماركا ليقول لليهود لا بعد أن قصفهم ثلاث مرات؟ أيتها السيدان أيها السادة، لم أكن أدري أن عمان ستخذلني صحيا، لكنه القدر والحمد لله. وفراس تقدم في هذا اليوم 13 من نيسان عام 2009 بما قدمه، وعدنا إلى الحياة من جديد والحمد لله. لكن لا أريد هنا بهذا الاحتفال أن أشرع في بناء سردية شخصية لفراس، لكنني أريد أن أقول إن السردية في التعاطي مع مثل هذا المرض يجب أن يعمم تعميما وطريقا. ولهذا فإنني كتبت آل عمان بغية هدف سامي هو أنه حمل ونزل عن ظهري، لأن تأدية الأمانات مسؤولية دينية وعلينا أن نكتب مع شمال جميعا. والثانية، أريد أن أحرض كل الجيل الجديد على هذا العطاء الإنساني الذي ينقذ بشرا ويخفف عن الخزينة أعباء شديدة. لذا يسمح لي عمدة عمان وأميني حبيبي حبيبي صلي على حبيبنا، طول راك شوي، احنا مش بلدنا واحتفال يا صديقي. معالي عقل بلتاج الذي تشرفت به عن قرب أردنيا عربيا وطنيا خالصا، أريد أن ألتمس منه قبول هديتي
هذا ريع كتابي كله، أخصصه لأمر يقرره هو، واختارت مجموعة الذين ساعدوني في الكتابة: سيادة الشريف محمد الهيمق، معالي سيادة الشريف محمد الهيمق، سيدي أبو فهد رئيسة اللجنة، ومعهم مجموعة سيعلن عنهم الأخ الدكتور هاني البدري بعد قليل. لذا أحثكم بعد أن نفضت يدي من الكتاب أن تشتروا هذا الكتاب، لأنني لن أوقع ولن أهدي نسخة واحدة. توقيعي هو ما كتبته، وهديتي لكم أنني تبرعت به من أجل أن يكون وقفا وطنيا خالصا. مسك الختام في هذه الأمسية، نحن في الأردن نتباخر على أنفسنا كثيرا في أمر، ونتقصر ونختصر حين يتمت الأمر لقضايا الأمن وقضايا الجيش. وبسبب وجودي في عمان مؤقتا للكتاب أمني في الضفة الثالثة، مملكة الحب بن مملكة البحرين، فإنني ذهلت من حياة بعض الكتاب في عدم مجاهرتهم للإشادة بالمخابرات العامة الأردنية والجيش العربي والمؤسسة الأمنية برمتها. هذا النبي مصطفى باشا القيسي، حيوا معي هذا الرجل الطيب وسميح منه الذي أمسك ذات ليلة في عمان وهو الشيشانون الفارس على قتلة فهد القواسم الخليلين، حين قال له الحسين: هذا أمر شخصي أريد القتلة. وفي أقل من 3 أشهر كان سميح بينه يمسك بمعصميه على قنبلة كي لا تنفجر، ويمسك القاتل بيده حتى يوصله من رأس العين إلى المخابرات العامة. من منا يستحي بعد معركة إربد ألا يقول لفيصل الشوبكي شكرا؟ من منا يستحي أن يقول هذا المجاهد لكل جندي ولكل ضابط صف ولكل ضابط حتى هامة جلالة القائد الأعلى؟ شكرا لكم، شكرا لكم الذين أتحتم لنا هذه اللقية تحت راية ابن 90 عبد السلام المجالي الخارق للقبائل والمتخطي لكل الحدود عربيا أردنيا واليا بالهواشم. قال لي عبد السلام ذات يوم: أول مرة تشرفت بلقاء عبد الله المؤسس ذلك الشهر الذي صنع هذا الوطن على شكله وصورته. ولذلك كان طاهر المصري رئيسا لوزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ليس المصري هو الذي نقول عنه، وهو زعيم مشايخنا في جبل النار منذ صلاح الدين حتى الآن، الطاهر بن نشر.